السلام عليكم، اسمي ديالي هدى. كنت تعرض للعنف من طرف الطليق ديالي، طلقنا ومع ذلك من الاول يعني القصه ديال كيفاش توصلتوا لهذا العنف؟ في الاول منين دفعت الطلاق حضرنا جوج جلسات ديال المحكمه، تما فين بدا هادشي، تما فين بدا كيهدد فيا وما وقفش على الحد انه هدد فيا. واحد النهار خرجت انا نشد الدري وهز في يدي بنتي صغيرة، العمر ديالها ديك الساعة 6 شهور. مني خرجت عنده ضربني بسلاح أبيض، أنا وبنته، هز بنته في يدي، ضربني في عنقي وفي وجهي وفي رجلي، درت 12 الغرزة، وبنتي حتى هي ضربها، حتى هي جات فيها الدقة. مع ذلك ما وقفش، محاولة قتل. هو جا اصلا بغى يقتلني، حيت قال عليا، قال لي غادي نقتلك الا بغيتي تطلقي مني، انا غادي نقتلك. ولكن علاش؟ شنو واش هذا السيد كيبغيك لهالدرجه ما قدرش انه يتفارق معاك ولا شنو؟ ما عرفش، ما نظنش حيت اللي كيبغي ما كيديرش هذه الحاله. كنظن اللي كيبغي ما تيضربش. طلاق وصلنا ليه حيت هو ما قادش على المسؤوليه ديال الاولاد نهائيا. كيشرب، كيسكر، ما بقاش خدام، فهمتي، كيخرج غير مع الدراري غير صغير. داكشي اللي خلاني نرفع دعوة ديال الطلاق وطالبت بالطلاق، ومع ذلك والو ما تقبلش هذيك الفكرة. واخا طلقنا وتشد منين ضربني، ولكن ما دوزش العقوبة اللي خصو يدوز. فاش ضربني بهذيك الطريقة بسلاح أبيض، جاو داوه الدرك الملكي، جاو داوه، ولكن دوز فيها 8 شهور. 8 شهور ونقصوا له شهر في الاستئناف، دوز 7 شهور. وخرج كان كيهدد فيا في الحبس، كان كيتصل بيا وكيهدد فيا، كيقول لي غادي نخرج وغادي نقتلك. انا تشديت، ولكن غادي نخرج وغادي نقتلك. وهادشي كامل انا سجلته، باش ضربني وديت الاوديوات باش كان كيهددني في الحبس. فاش كان هو في الحبس معترف بالجريمه ديالو انه ضربني، ومعترف انه غادي يخرج وغادي يقتلني، ومع ذلك والو، يعني ما نقصوا له شهر. دابا قلتي لي هاد الايام كامل يعني كيتعرض لك، عاودنا يعني من بعد شنو وقع؟ من بعد ما خرج ولا كيهدد فيا في التليفون، كيهدد فيا بالقتل. وهاد 20 يوم الاخرى ولا كيتلقى ليا، تقريبا كنخرج من خدمتي كنلقاه كيتلقى ليا. كنلقاه قدام خدمتي فاش كنكون جايه، تلقى ليا في القهوه، ضربني في القهوه. كنت كنفطر وضربني. ضربني بيدو بونيا، ضربني بيدو، كان بغي يضربني بالكاس. ودازت هذيك الوقيته، مشيت رفعت شكايه، ولكن ما داروا معايا والو. بقى كيهدد فيا التليفون، كنقولها لهم ما داروا معايا نهائيا والو. عاود لحد الماجي تلقى ليا عاوتاني نفس الشيء، كيهدد فيا وكيسب فيا في الزنقة قدام الناس، وكيقول شي هضره اللي ما كايناش نهائيا. ومشيت عاوتاني عندهم والو، ما داروش معايا والو. شنو الرسالة ديالك يعني للسلطات؟ الرسالة ديالي والطلب ديالي هو يتحركوا. راه وليت عايشه في التهديد، لا انا لا عائلتي، لدرجه انه وصلت به الدرجه يتلقى البابا، في بالليل ويسبوا حتى هو ويعايروا وكيهددوا حتى هو. ولينا عايشين في التهديد، ما قادرينش نخرجوا. انا ما كنخدمش هنا براحتي، كنحس انه حيت جا عندي لهنا لخدمتي، جا لهنا لخدمتي وبدا كيسب وضربني بوني هنايا في الخدمه ديالي وقدام الناس. يعني حتى خدمتي ما خلانيش نخدمها براحتي، ما كنخدمش نهائيا براحتي. عقلي كيكون مشطون على الدار وعلى ولادي، واكيد على والديا حتى هما هددهم، وفايت ضرب ماما حتى هي، فايت ضربها حتى هي، ودرت شكايه والو نهائيا. ما هذيك ما تعاقبش عليها نهائيا. شنو الامل ديالك؟ والامل ديالي هو شي نهار انه ينفذ التهديدات. كنشوف راسي انه يقدر ينفذ التهديدات. يقدر يقتلني، يقدر، حيت كيقولها انت يعني كل قاني. انا كنظن كل قاني في شي بلاصه خاويه كره دارها، طب الله كيلقاني قدام الناس وكيلقاني في البلايص اللي عامرين. كون كنتمشى في بلاصه خاويه كره قتلني،
راه ما يمكنش يخليني، كون كنت مشى في بلاصه خاويه كون قتلني. هو قال لي، قال بلي غادي نقتلك، انا ما غاديش نخليك عايشه، غادي نقتلك، غادي نقتلك انت ووالدك، انا ما غاديش نخليك عايشه. شنو اللي خلاه يعني ضروري يكون شي سبب؟ حيد دخل الحبس. حيت فاش ضربك بالموس؟ حيد ضربني بالموس. ودابا فاش دابا كيقول لي انهم ما غاديش يشدوه، واخا يدير لي دار ما غيتشدش. كيتحدى القانون. كيتحدى القانون، كيقول لي انا ما غاديش يشدوني واخا ندير اللي درت، ما غيشدونيش. انا الطلب ديالي هو انهم يتعاقب، بغيتو يتعاقب، حيت ما بقيتش عايشه نهائيا فرحتي، ما بقيتش قادره نخرج من الدار، كنخرج من خدمتي كنشد الخطافه طال الدار، ما بقيتش قادره نتمشى براحتي، كنتمشى وكنشوف جنابي، ما مرتاحاش نهائيا، عايشه في رعب، ورعب كبير بزاف. وحتى في دارنا كنعيش في رعب، في دارنا ما بقيتش مرتاحه، في دارنا كنخاف لي شي نهار يجي ينقز من السطاح اولا، فهمتي يعني؟ ما قدرتش نكون، ما مرتاحينش نهائيا دارنا، وما مرتاحش فيها الخدمة، ما مرتاحش فيها، ما بقيتش مرتاحة نهائيا، كنحس بالرعب، كنحس باللي كنتمشى كنحس باللي كيتبعني، فهمتي؟ فيما مشيت كنلقى يعني كنحس باللي كيتبعني فيما مشيت تقريبا، حيت انا ما كنجي فين نتمشى حتى كيوقف قدامي. شنو كيسمع؟ كيوقف قدامي، لا كيبقى كيسب كيعاير. وفاش جا ضربني قال لي انا راه دابا نجبدها ونخشيها فيك ونخليك هنايا غارقه في الدمايات ونمشي، هكا قالها لي، قال لي ونمشي، نخليك غارقه في الدمايات ونمشي.